في قلب دارو داروا مظاهرة. مغاربة الولايات المتحدة الأمريكية نظموا مظاهرة شارك فيها أزيد من 1000 شخص وقدام مقر الأمم المتحدة في نيويورك باش يحتجوا على التصريحات المتحيزة والغير مسؤولة اللي جا بها الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون. المغاربة جاءوا من مختلف الولايات وخا البرد وبعد المسافات باش يعبروا على رفضهم للانزلاقات اللفظية المستفزة لبان كيمون، ورددوا المتظاهرين النشيد الوطني وعبارة الصحراء مغربية، وهزوا صور الملك محمد السادس وراية المغرب، وزادوا أكدوا بدورهم مغربية الصحراء. تقدم رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماس نهار الثلاث بإطلاق مبادرة باسم البرلمان المغربي باقتراح براد جيم كيجاوب على قضايا أفقية كتخص العدالة الاجتماعية، وجات هذه المبادرة تحت عنوان وضع العدالة الاجتماعية في صلب التنمية المستدامة. وجاء هذا الشيء في الجمعية 134 للاتحاد البرلماني الدولي لوساكا عاصمة زامبيا، وتبنات المجموعات الجيوسياسية العربية والإفريقية والإسلامية مقترح مجلس المستشارين المغربي باعتباره مشروع طموح وكيستجب لمتطلبات المرحلة، حيث عيد المرأة ما خاش يشارك فيه رجل. هذا الشيء اللي بان لنا في احتفالات مجلس مدينة أكادير بالموظفات ديالو، وحسب شهود عيان فالحفل اللي نظمه مجلس المدينة وجمعية الأعمال الاجتماعية شاركوا فيه مجموعة من الفرق الموسيقية ومن بينها فرقة ديال الشيخات اللي كان معاهم كوامانجي خباوه ورا واحد الستار باش ما يشوفوش الحضور، ولا الله أعلم علاش. المعنى الحقيقي اللي كتب ليهم الله عمر جديد، واحد السيدة هي وولدها كانوا غيسافروا في الطائرة الإماراتية اللي تنكبت في جنوب روسيا نهاية الأسبوع الماضي، إلا أنها لغت الرحلة ديالها في الدقيقة 90 وما سافرتش هي وولدها، في حين كانوا 4 من أفراد عائلتها في الطيارة اللي ماتوا كل ركابها. واحد الشخص روسي كتبات الأقدار الإلهية أنه يبقى على قيد الحياة كذلك وما ركبش في الطيارة حيت توضر ليه الباسبور، في حين ماتت الزوجة ديالو اللي سافرت في ديك الرحلة. واحد الصورة سيلفي تخدات في روسيا شاركوها بزاف ديال رواد مواقع التواصل الاجتماعي. الصورة التقطها وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، وكان فيها هو وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف مهدي قطبي. الصورة تلتقطت في إحدى ساحات العاصمة الروسية موسكو واللي مشاو لها الوزراء مع الملك محمد السادس في الزيارة الأخيرة ديالو الروسية الاتحادية.